دكتور سيف، ما قصة الإضراب الذي دعت إليه بعض النقابات المرتبطة بوزارة الصحة، والرد الذي ردت به وزارة الصحة بأن أبعدوا مؤسساتنا عن الخلافات السياسية، ما القصة؟ شكرا جزيلا، تحية لك وللمشاهدين كمان. أولا وزارة الصحة هي الخيمة للجميع، جميع المنتسبين إليها والعاملين في مؤسساتها، سواء كانوا أطباء أم صيادلة أم أطباء أسنان أم ممرضين أم إداريين أم سائقي إسعاف أم موظفي خدمة، الكل سواسية، الكل هم موظفون يؤدون خدمة إنسانية أساسية. وزارة الصحة تبنت جميع مطالب منتسبيها من كل الفئات، وبمتابعة من وزير الصحة نفسه الكادر المتقدم، وهذا كله موثق. كل الأمور المتعلقة بالوزارة كوزارة وبصلاحيات الوزارة والوزير تمت الموافقة عليها وأكثر، لكن تعلمين حضرتك بعض الأمور المالية، بعض الأمور القانونية تحتاج أما إلى استحداث قوانين جديدة، هذا يحتاج إلى تشريع برلماني، أو تعديل قوانين فاعلة، وهذا أيضا يحتاج إلى عمل برلماني. وبعض الأمور الأخرى هي متعلقة بصلاحيات وإمكانيات خارجة عن فوق وزارة الصحة. المهم أن الوزارة في كل هذه الحالات وبكتب رسمية معروفة ومعلنة خاطبت وطلبت وناشدت كل الجهات الأخرى المعنية، سواء كان البرلمان أو مجلس الوزراء أو الأمانة العامة أو وزارة المالية. المهم أن الوزارة تبنت جميع مطالب أبنائها وعملت على تحقيقها، أو المطالبة بتحقيقها إذا كان الموضوع متعلق بصلاحيات خارجة عن وزير الصحة وعن وزارة الصحة. من جهة أخرى عفوا على المقاطعة، لكن يعني رد وزارة الصحة كان محددا، قيل أبعدوا مؤسساتنا عن الحسابات السياسية. هل تشعر وزارة الصحة بأن كتل سياسية أو جهات سياسية معينة تحول دون حصول المطالبين بحقوقهم على هذه الحقوق، أو تعديلات قانونية متعلقة بهذه الحقوق من أجل الضغط مثلا؟ يعني أنا أتحدث تحديدا عن فكرة الحسابات السياسية. سيدتي، نحن نقدم خدمة إنسانية، كل المنتسبين للوزارة من الوزير إلى أبسط موظف، نحن بعيدون عن الحسابات السياسية وعن كل الأمور التي تحدث هنا وهناك. نحن نقدم خدمة في ظل ظروف صعبة أنتم تعلمونها، يعني خلال الأشهر الماضية سواء كان كورونا أو التظاهرات أو المشاكل المالية التي تعصف بالعالم وليس فقط العراق، وتأخر الموازنة. يعني احنا نتذكر حتى موضوع الرواتب هاي الأخيرة صار بعد أيام طويلة. طبعا هذا مو ذنب وزارة الصحة ولا وزير الصحة، نحن نقدم كل ما نستطيع، فيجب أبدا ودائما أن نبقى بعيدين عن أي اعتبار آخر سواء سياسية أو غيرها، لأن عملنا بالذات وفي هذه الظروف متعلق بخدمة إنسانية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتأثر أو نؤثر على أمور سياسية. كان بيان الوزارة واضح اللي ذكرته، وأتمنى أن تعرضوه بالكامل وليس أن نركز على فقرة واحدة منه. الوزارة أكدت من خلال فقرات البيان، وهو بيان مطول، أكدت على إجراءاتها الموثقة كما بينت حضرتك، ويمكن أن تعرض الكتب الرسمية التي هي بتوقيع الوزير مخاطبا البرلمان والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء وزارة كل الجهات الأخرى، وزارة المالية وغيرها، للمطالبة بحقوق أبنائنا وأخواننا وزملائنا. بالنهاية نحن ضمن هذه الشرائح، نحن أطباء وممرضون وإداريون، نحن جزء من هذه الوزارة وجزء من هذه المطالبات، لكن يبقى العامل الأهم، الأمر الأهم، أننا مطالبون أولا وأخيرا بضمان تقديم أفضل خدمة صحية للجميع. نعم دكتور سيف، في ظل الظروف القاسية التي يمر بها البلد. دكتور سيف، نعم. إذن أنتم قمتم بواجبكم بخصوص إيصال مطالب الجيش الأبيض، وتدعون الجميع للقيام بواجبهم في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العراق في ظل جائحة كورونا. طيب، أريد أن أسأل عن مسألة حظر التجوال وقرار الإغلاق. يعني وزارة الصحة تقول أنها ستناقش ذلك مع اللجنة العليا. طيب، صلاة الجمعة اليوم أقيمت، يعني البعض فهم أن ذلك مؤشر على رفع حظر التجوال وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
يعني حقيقة هي ليس الآن أقيمت الصلوات أو هناك مثل ما يقول أنه تخطيط في بعض الإجراءات. نحن معولنا الأساسي على الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ما الفائدة من فرض حظر تجوال ومنع الحركة بين منطقتين أو منع الدوام إذا ما كان هناك تطبيق حقيقي لهذه القرارات؟ حتى عندما قطعت الطرق الرئيسية بين المدن أو بين المحافظات، ما إحنا داخل المناطق وبالذات المناطق الشعبية، وأريد أن أكون صريحا ومباشرا، المناطق الشعبية اللي هي بها كثافة سكانية على ملايين في مناطق صغيرة نسبيا، خطر العدوى بالأمراض الانتقالية بشكل عام أكثر، مع الأسف ما شفنا التزام داخل الأحياء والأزقة والأسواق الشعبية وغيرها. ما ممكن لوزارة الصحة ووزارة الداخلية تكون حاضرة وتمنع الناس من التجوال أو حتى داخل المنازل. الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوصيات الوزارة، ما احنا بالنهاية نقول بعض الحالات تحتاج إلى العزل المنزلي أو أنه يبقى بيته وهو مصاب، لكن أن يكون عنده مستوى ثقافي بحيث يحافظ على نفسه والآخرين. احنا اللي لاحظنا لم يكن هناك تطبيق حقيقي لكل قرارات الوزارة والحكومة خلال الأشهر الماضية، طبعا بنسب متفاوتة، يعني حتى ما نكون يعني حتى ننصف، مو دائما كان هناك عدم التزام، لكن الجميع لاحظ وأنتم لاحظتم كل وسائل الإعلام سجلت أن الالتزام لم يكن حقيقيا بتوجيهات الوزارة، وهذا أحد أسباب عدم السيطرة على الوباء، رغم أن العراق يسجل من أفضل معدلات الشفاء عالميا وأقل معدلات الوفاة، لكن لحد الآن مع الأسف ما نشوف التزام بالمستوى المطلوب. وأيضا إذن التعويل نسجل أولا وأخيرا دكتور سيف على الوعي المجتمعي وعلى الالتزام بالأمور التباعدية. المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بغداد.